آخ، رجلي كتير عم يجعوني وميتة من التعب. آخ، لكن إذا ضليتي عم ترقدي لحتى تريحي كل الناس، طبيعي إنه تتعبي ويتكسروا رجليكي. ايه رجلي ماني متحملتهم، كتير عم يجعوني. جان، انت شو عم تساوي؟ ولا شي. ايه لو سمحت حط راسك ونام، اصلا عندي شغل الدنيا كلياته بكره. كل ما بتذكر شو مستنيني بحس حالي رح جن. كل السلالة رح تطلع لتنقي فساتين العرس، كل السلالة، بتتخيل؟ يعني كل ما بتذكر بفوت بحالة اكتئاب. لو سمحت خلينا نحط راسنا وننام، وإلا ما رح نام إذا ضليت عم فكر. بدي أقول لك شغلة، بلا ما ننام شو منعمل لك؟ يعني ممكن إنه شو بيعرفني أي شيء. بعيدة عن أسنانك قبل الزواج حياتي، مستحيل. إيه طبعا طبعا، ما بصير قبل الزواج، مستحيل، ممنوع، مو ظابطة. طيب بلاها، منحكي شوي، شو ما بصير؟ موافقة جان، نحكي. قندوز تحكي لي لشوف، نحن يوم السبت هون بهالبيت، كيف رح نقدر نستضيف كل هالبشر عنا؟ إذا فاتوا على البيت بيهدوه فوق راسنا، وإذا طلعوا على الجنينة كمان ما منسع، شو بدنا نساوي؟ ما بعرف، بس أكيد بوقتها رح نلاقي حل جان، مع أنه ضيافة أربع أعراس وضيوفهم ومعازيمهم وغيره مانا سهلة. أكيد هنادي خانم رح ترفع الراية وبوشها على مشفى المجانين. بس جان، بتعرف شو الحلو بهالقصة؟ بالآخير أنا وياك رح نكون لبعضنا ونتزوج، يعني ما رح يضل أي حواجز بيناتنا، وكمان بالآخير رح نكون لبعضنا وما رح نفترق بقى لآخر يوم بعمرنا، ما هيك جان؟ جان؟ Bilmem nasıl yapsam, hangi kapıyı çalsam. Bir ay Afwan? Sen yanımdasın, saçlarımda Zatiki! İşte Benim Seda! Yalanı! Matva kızını! Ana tayrım mül fırhala! Hedak el yom rekedet vara hadırtak bistambul bes malah hatak! Nasip şufak el yom! جبل لجبل ما بيلتقوا، بس إنسان لإنسان بيلتقوا. أنت جنبي هلأ، ونهاية قصتنا رح تكون كتير حلوة. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.